طريقة استخدام النيكوفاي. السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد حلو والكثيرين راح يستانسون عليه اللي هو الليكوفاي. طبعا الليكوفاي يعني تنحيف الوجه، الجسم، اي شيء واحد يقدر يسويه باستخدام اداة الليكوفاي. بالمختصر هو اللي احنا قاعدين نشوفه في التلفزيون وفي المجلات، انه يتغير شكل الشخص من الحقيقي الى شيء ثاني، لكن هذا مو بالضرورة انه يكون صحيح. احنا نبي نتعلم الطريقة الصحيحة والطريقة اللي هي المفروض الواحد يشتغل عليها باستخدام تول الليكوفاي. الليكوفاي هو عبارة عن فلتر موجود داخل برنامج الفوتوشوب يسمح لي انه ابدي اتحكم بشكل الوجه او الراس او الجسم عن طريق اني انحف المناطق او اني اكبرها مثل ما انا ابي. طبعا احسن شيء اللي يبي يسوي رجيم يدش على الفوتوشوب ويضعف نفسه. طب احنا عارفين الاعلانات. المهم فاليوم راح نشرح الطريقه وشلون راح نستخدم الليكوفاي بحيث انه ما نسوي تاثير وايد كبير علشان لا نغير شكل الشخص. خلينا نشوف شلون الطريقه. طبعا اليوم راح نتكلم وراح نشرح على هذه الصوره. اول شيء عادة أنا من أشتغل على الصورة وأسويها الليكوفاي ما أشتغل على الصورة الأصلية اللي أنا قاعد أسويها. ليش؟ لأن احتمال بعض المرات أخطأ بشغلة، فليش إني أرجع وأمسح يمكن شغلي وأنا يمكن مسوي إفكت معين. فأفضل شيء إني أسوي لها دوبليكيت، فأختار كنترول جي في الماك أو كوماند الجي سوري في الماك أو كنترول الجي في الويندوز. كوماند الجي في الماك او كنترول الجي في الويندوز. رجعنا نضيع. المهم فاروح حق فلتر واختار ليكوفاي. دائما حاول نختار البرش بريشر يكون 10. ليش؟ علشان اذا بلشت ان احرك الجزء الموجود اللي ابي انا احركه ما يكون تأثيره وايد كبير بحيث ان ادش بهالطريقة على الشكل. فلازم اكون شوية منزل حساسية البرش بحيث اني اخليها على 10 او 12 على حسب انا شلون ارتاح حق استخدام البرش. خلي اسوي كانسل ونرجع مرة ثانية حق الليكوفاي عشان نبلش عليها. طبعا بهالصورة انا حاب شنو اسوي؟ انه مجرد ابي انحف الراس والمناطق هذه الموجودة وشوية الأماكن الموجودة عند الوجه، ونفس الشيء أبي أعدل شوية الحلج بالإضافة إلى المنطقة هذه شوية أحاول أني أنحفها. إنزين قبل أن نبلش خلينا نعرف حق أهم الخصائص الموجودة داخل شنو الليكوفاي. شنو أهم الخصائص؟ في عندي أداة الليكوفاي اللي هي المحطوطة فوق، وفي عندي هذه الأداة اللي هي من شكلها معطيك الأسم على الجنب إن هي تكبر. عادة يستخدمونها مثلا حق العين، حق أي شيء أنا ودي أكبر أو أتفخه، بين قوسين أتفخه. إنزين حق اللي يبون عمليات يقدرون يستخدمون هني بالبرنامج، أو إني أرجع أنحف الشغلة عن طريق الأداة الثانية اللي هي تقريبا نفس أداة الشفط. يعني بالمختصر ان الفلتر هذا عملية جراحية. ممتاز. لكن عرفنا الحين اول واحد هو الليكوفاي اللي هو اتحكم فيه، ان ادخل اجزاء الجسم على الاجناب ان بحيث اني انحف الشيء. الاداتين هذيلي واحدة اللي هي تشفط والثانية اللي هي شوي تعطيني عملية نفخ. انزين اما البرش هذه وايد مهمة. شنو الأهمية منها؟ خل أقول كانسل، خل أرجع أشتغل الحين على الفلتر مثل ما أنا أبي. خلينا نقول أنا من أي بشتغل على شكل الشخص، ما ودي إني أغير في ملامحه. هذه شغلة وايد مهمة، فأحاول أحافظ على الملامح الموجودة في الوجه خصوصا التقاسيم الخد
ومع تقاسيم الحلج هذه المنطقة بمجرد انها شوية تنضغط راح يختلف معاي شكل الانسان بشكل كبير. فدايما استخدم هذا البرش كحماية حقي انه ما راح ادش على هالمناطق اللي هو سنتر الوجه. خلينا نشوف ناخذ اداة الليكوفايل وتشوفون كأنه سوالي بلوك ما اقدر اتحكم باي شكل من الاشكال. فاي انا اكون مختار برش او الاداة الليكوفايل من فوق وابدي بشكل بسيط ادخل في هذه الاماكن علشان شوية اضعف الوجه بشكل بسيط. طبعا كثر ما انا اسوي كثر ما انا قاعد اضعف، فلا تعتقدوا ان الحركة الوحدة انها ما قاعد تعطيني تأثير، قاعد تعطي تأثير ولكن بعد تأثير وايد كبير، فلازم نكون شوية حذرين من استخدامنا حق هالأداة. بعد هالخطوة انا شوية حددت صغرت شوية الوجه من هالمكان، هذا المكان شيء بسيط، اي واختار الإريسر وابدي اشيله بهالطريقة هذه. ارجع اختار نفس الاداة الليكوفاي وابدي ادش شيء بسيط من الجنب هذا. طبعا السؤال ليش ان انا مختار برش كبيرة؟ دائما اذا انا ابي اعدل شيء كبير احاول تكون البرش تبعي حجمها كبير، بالاضافة الى ان ما اي من الاجناب وابدي ادش يعني من هني وابدي اضغط، لا لازم اي من السنتر وابدي ادخل المنطقة الى داخل بهالطريقة هذه. طبعا كثر ما اكبر البرش كل ما يكون الشيء افضل. ليش؟ لان بالليكوفاي فيه مشكلة بسيطة انه هو يأثر على البكسل موجود داخل الصورة، فكثر ما اكبر البرش انا ابدي احرك البكسل بشكل كبير داخل الصورة، فتأثيره راح يكون تأثيره على البكسل تقريبا مو واضح. لكن اذا كان برشي شوية صغير وحاول ادش وادش، لا راح اثر على بكسل الصورة، وراح اوريكم مثال الحين. لكن بس خل اوريكم شلون ان انا ابدي اصغر المناطق مثل ما انتم شايفين حجم البرش كبير وابدي اضعف هذه المناطق، اكبر البرش وابدي اصغر المناطق هذه بهالشكل. انزين اما في الاماكن الصغيرة لا ما يحتاج، يعني مثل خلينا نقول ابي اعدل المنطقة هذه اصغر البرش مثل ما قلنا ما بيأثر على شكل الحلج، فاختار البرش اللي هي الماسك اصغرها وابدي الون مكان الحلج كأني اقول له انا ما بي هالمناطق هذه تتأثر معاي. فارجع واختار الليكوفاي وابدي اعدل على حسب الشغلة اللي انا ابيها بالطريقة هذه، شوية هني احاول اواسي الشوارب. طبعا احنا اشتغلنا احنا شنو حلاقين عدل الشوارب. اوكي شوية اكبر البرش بهالطريقة، اشوف انا كذي وايد كافي امسحها. نطلع زوم اوت كنترول ماينس. اوكي بهالطريقة انا سويت الليكوفاي اللي انا ابي حق هالصورة. انزين اي نختار اداة اللي هي اللي تتفخ الشيء واصغرها شيء بسيط بحيث انها تكون بحجم العين بهالطريقه، واي واضغط كليك بسيط بالسنتر طقه واحده، ونفس الشيء كليك بسيط بهالطريقه. طبعا هذه العين بينت وايد اكبر فاحاول ارجع شويه اصغرها بهالطريقه، انا كبرت العين. عندي شويه زوم طبعا يبي له شويه دقه اكثر عشان لا يصير في اختلاف كبير بالعين، واللي يفضل وقت الكليك ابدي انا احسب انه وقت الكليك كم كليك طقيت. خلينا نسويها معاكم عشان يكون عندكم فكره اي اختارها. اصغر البرش بهالطريقه اقول واحد، هذه واحد وايد كبيره لازم اصغر اخفف على البرش دنسيتي بهالطريقه.
طقيت واحد طقيت طقتين، فبين معاي الاختلاف الكبير في العين. طبعا هذه للحين اكبر منها، فهذه شويه احاول اكبرها بهالطريقه. طبعا هذه طريقه راح يستخدم بالكوفاي، او يقدر يستخدمها في اداه او طرق ثانيه في تكبير العين. بهالطريقه انا اشوف وايد اوكي. انزين، راح نتكلم شلون ان الليكوفاي قاعد ياثر على البكسل. عندي شويه زوم، خلني عند هالمنطقه. لو انا اقول كذي، شوفوا شنو قاعد يصير معاي. قاعد تختفي معاي البكسل تبع المكان اللي انا قاعد اشتغل فيه. ندش زوم، شوف الفرق اللي هني والفرق المنطقة هذه، وايد يبدي يحرك البكسل ويأثر عليها. فعشان كذي حجم البرش استخدمه على حجم المكان اللي انا بيه. اذا انا بستخدم الجسم بشكل كامل، احاول استخدم الليكوفاي بطريقة صحيحة ان تكون البرش كبيرة. طبعا في تول وايد حلوة ضايفينها، اللي هي هذه التول. هذا تقريبا الدز بشكل متساوي. ناخذ نظرة، شوفوا الدز المناطق بشكل متساوي. هنرجع لورا. هذه هي، هذه اداة جديدة ان تبدي تدز الشكل بشكل الجسم بشكل متساوي. انطق اوكي. خلينا نشوف الحين الاختلاف. هذه الصورة الاصلية، هذه بعد عملية الليكوفاي. مثل ما انتم ملاحظين، الوجه تغير، العيون تغيرت، الجسم كله بشكل كامل تغير. مع ان حركنا شغلات بسيطة، لكن التأثير وايد كبير. طبعا وفي هذيل الحواف عادة انا اخليها شغال لير لتحت، فتختفي معي الحواف. وبهالطريقة نكون احنا غطينا موضوع الليكوفاي. وفي شغلات حلوة نقدر نستخدمها في الليكوفاي، في كثير من الامور اقدر استخدم اذا بحاول اعوي شغلة او ان اغير شكل شيء معين، اقدر استخدم الليكوفاي. ان شاء الله نحاول نتطرق لها في دروس جديده ومواضيع جايه. نهاية الحلقه، اتمنى ان كان الموضوع وايد خفيف وبسيط عليكم. نشوفكم بحلقات جديده، ولا تنسونكم تسوون سبسكرايب عشان تتابعون اخبارنا اول في اول. واي سؤال واي استفسار ما عليك الا ان شنو تحطون كومنت عندنا، وان شاء الله نجاوب عليه بالحلقات الجايه. ونشوفكم على خير في حلقه جديده. سلام عليكم.